إنما الدراج ده سولد. ماشي؟ احنا خدنا السكشن الثاني ايه؟ فلوتنج فاكتور كلنا فلوتنج ديس اوردر. جميل. لا مش كده؟ وخدته قبلها ايه؟ البليتلز مش كده؟ طيب وعرفنا ان البليتلز عشان تشتغل بتعدي كام فيز؟ ثلاثة أو أربعة فيز. البليتلز خدت فيهم؟ فاسكولار. طيب في فيزز قبل ما تشتغل خالص الفاسكولار فيز والبلتس فيز والبروتين فيز والفايبرين ايه فايبرين صح؟ طيب بعد كده دخلتوا على اللي الحاجات ده كان اسمها البلتس يا اما عددها ايه؟ زياده يا اما قليل يا اما عندنا ايه؟ ديسفانكشن. لا عندنا بالخط مش هينفع. قلنا انت عندنا جدولين نحفظهم زي اسامينا عشان دول مهمين ودول اللي هنمشي عليهم طول السمستر. فانا مقسمهم في دماغي انا مش حافظ. انا عندي جدولين في دماغي مصورهم وايه بمشي عليهم. خلصت الحاجات بتاع الثرومبوسيتوبينيا الثرومبوسيتوز ديسفانكشن وكان عندنا واحد ايه بلاد فيسل او بلاد وورد فول اللي هو الليفري هيموراجيك انجكتيزم. الجدول الثاني كان بتاع مين؟ كواجيوليشن ديسوردر اللي هو كان في الهيموفيليا والبومول فاير والاكواير اللي هو زي الليفر ديزيز. ماشي؟ هنخش النهارده ايه بقى؟ الوايت بلاد سيلز ديسوردر. ماشي؟ طيب نركز كده ونذاكر ونتخيل عشان الجزء ده كله تخيلي ما فيهوش ليجنز يعني مش هحط صباعي على حاجه هشد حاجه هشوف حاجه لا ده كله تخيلي ساي فاي. اوكي؟ طيب مكملين بقى في الوايت بلاد سيلز ديسوردر. عمليه الهيماتوبويسيس اللي هي عمليه تخليط الدم اللي هو من خلال البون مارو بيطلع لي الاربسيز بيطلع لي الليمف سيلز وبيطلع لي الجرانيولوسايتس. تمام؟ اول ما بتطلع الخليه بتبقى اسمها بتطلع بتحللها تطلعات من الخليه بتطلع من البلاد ستيم سيلز حاجه اسمها قال لي اقرا بسرعه خليه بس تتابع اخر مش عايز اعرف الناس تعمل ايه بسرعه. تمام؟ عندنا معانا الخليه بيطلعوا من البون مارو حاجه اسمها مايلويد ستيم سيلز وحاجه اسمها ليمفويد ستيم سيلز. المره اللي بعد كده لينفو بلاس المره اللي بعد لينفو سايتس على حسب شوية الامتحان كده. المفروض ان اول ما بتطلع اسمها مايو بلاست او لينفو بلاست. ده اول ما بتطلع لسه ما حصلهاش كومبليت ماتوريشن. لو هيحصلها كومبليت ماتوريشن يبقى اسمها لينفو سايت. اوكي؟ طيب ما حصلهاش كومبليت ماتوريشن ووقفت في مرحله من المراحل. يعني هي اوريدي طلعت وايت بلاد سيلز بس ما حصلهاش كومبليت ماتوريشن. يعني مثل هي ما يبانش فيها كومبليت ماتوريشن ان تلاقي الخليه بتاعت الوايت بلاد سيلز لسه موجوده. فتديني بعض الديزيز زي المالتيبل مايلوما والايه؟ اللوكيميا. ودول الاثنين بنسميهم حاجه اسمها بروليفريتيف ديزيز. اوكي؟ طيب بتطلع الليمفويد ستيم سيلز تطلع اول حاجه تتحول تبقى ليمفوبلاست ليتر اون تديني بي ليمفوسايت تي ليمفوسايت وناتشرال كيلرز. ودول اللي بنسميهم سبيسيفيك اميونيتي. يعني عشان الجسم يبتدي يدافع بشكل سبيسيفيك وبشكل مختلف اكتر بيطلع الخلايا دي. طيب قبل ما بيطلع الخلايا دي كلها في حاجه اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز. الخلايا اللي هي بتروح تمسك الاول في الانتيجين اللي داخل الجسم الغريب ده وتبتدي تحوطه وتحاول تقتله بالاكسجينيشن والماكرو اكسجينيشن حاجات خدناها قبل كده وتروح تقدمها للتي ليمفوسايتس. مين دول؟ زي البوليمورف نيوتروفيلز الايزينوفيلز البيزوفيلز اند سو اون كل دول قصه ولا في ستار. ماشي يا دكاتره؟ ده بالنسبه للاميونيتي بتاع الجسم. فهيحصل خلل ما في واحده من الوايت بلاد سيلز دي فمش هيحصل لها ايه كومبليت ماتيوريشن تديني بعض الديزيز اللي ليها اورال اكسبريشن في بكره. اوكي؟ طيب الوايت بلاد سيلز اصلا بتتكون من ايه؟
في عندي حاجه اسمها جرانيولوسايتس ونون جرانيولوسايتس. جرانيولوسايتس زي ما خدناها قبل كده، مش انتوا خدتوا الرجي السمستر اللي فات؟ اللي هي ايه؟ البيزوفيلز والديزينوفيلز والنيوتروفيلز. جواهم مواد جوه الجرانيولز دي شبيهه بايه؟ او هي ايه اصلا؟ مين فاكر؟ عشان يحصل لي الرجي كان بيطلع مين؟ الهستامين. والهستامين لايك ايه؟ لايك كومبوننتس اخواني. اوكي؟ دول موجودين فين؟ موجودين في الجرانيولوسايتس. من اسمها كده خليه جواها ايه؟ جرانيولز. عشان تقوم بفانكشن يعني شكلها تحت الميكروسكوب فيها جرانيولز فسميناها جرانيولوسايتس. طيب في بعض الخلايا الثانيه اللي هم اسمهم نون جرانيولوسايتس. اللي هو زي مين؟ زي المونوسايتس والليمفوسايتس. المونوسايتس لما تتحول وتتمحور هتديني مين؟ الماكروفاج اكسل. وده اول خط دفاع عندي هي والبوليمورفيك انترفيس. يجي وراها مين بقى؟ السبيسيفيك اميونيتي اللي هم مين؟ الليمفوسايتس. متقسمين بقى مين؟ بي ودي والناتشرال كيس. دي حاجه ليك انت كدكتور لازم تبقى فاهم الاميونيتي في الجسم بتشتغل ازاي. تمام؟ طيب ودول بيطلعوا من الليمف نودز ودول بيطلعوا مين؟ من البون مارك. طيب الوايت بلاد سيلز ده عدده كام في جسمي؟ يعني عشان احلل من 4000 ل 11000 تمام؟ قال لي اسمها ايه؟ بيكو ايه؟ ليكوبينيا. تمام؟ طيب وزيادة سايتوز ليكو سايتوز. تمام؟ طيب لازم نبقى عارفين البرسنتج بتاعت كل واحده. ويا سلام لو احنا نبقى عارفين الرقم بتاعها عشان ممكن يجي لي في الام سي كيو ممكن افتكر الاسهم. اوكي؟ طيب من منظرنا كده مين اكتر واحده موجوده؟ الليمفوسايتس البوليمورف نيتروفيلز. مهمه جدا يا البوليمورف نيتروفيلز كديفنسف ميكانيزم عشان هي كده اكتر ايه؟ واحده موجوده في جسمك. ماشي؟ طيب بيقول لك ان هي ليست اوف وايت بلاد سيلز فروم موست تو ايه؟ تو ليست اباوند. يعني زي ايه؟ ascending order من الكبير للصغير. وده حاجه ايه؟ ايزي واي تو ريمبر ذيس ليست. من الاخر كده ده دونكي بريدج. زي ما بنحفظ كده في الامتحانات ده اسمه دونكي بريدج. نيتروفيلز اعلى حاجه، ليمفوسايتس، مونوسايتس، ايزينوفيلز، بيزوفيلز. ده ترتيبهم ايه؟ مش عارف ديسندنج وورد. اوكي؟ طيب الدونكي بريدج بيقول لك ايه؟ نيفر ليت مانكيز ايت بانانز. نيفر ليت مانكيز ايت بانانز. زي كده بتاخدوا كل حرف مثلا في حاجه عايز تحفظها وتعملها كده ايه؟ فدي عشان تبقى سهله بالنسبه لك. اوكي؟ طيب النيوتروفيلز ودي زي ما قلنا ان هي بتروح تمسك الانتيجين، تمسك بقى فايرال، تمسك بكتيريا، تمسك وات ايفر وتروح تقدمها لمين؟ للسبيسيفيك كوميونتي بتاعت اللي هي تي ليمفوسايتس. يليها الايزينوفيلز ودي حالات البارازيتيك انفكشن. واحد مثلا جاله بالعازيا، واحد جاله حاجه خدناها الاول في الساينس دي اسمها ايه؟ اي حد حاجه فيها حاجه؟ اي دودة. اميبا، برافو عليك. اللي موجوده في سمشات الفول كلنا عندنا اميبا. اوكي؟ مين بيروح لها؟ الايزينوفيلز. بعد كده البيزوفيلز والماسك سيلز كانوا بيعملوا ايه؟ من السكشن اللي فات من الرجيك لاكشن. والمونوسايتس تتحول لايه؟ لماكرو فاجز وتروح ايه تلف حوالين الانتيجين ده ويا اما تفوته او تقدمه للسبيسيفيك سيميون. دي انواع الخلايا عندي ولازم تبقى عارف كل واحده بتعمل ايه؟ لما تيجوا تذاكروا. طيب زي ما قلنا من شويه ان عددها اقل هنسميها ليكوبينيا، عددها زاد اسمه ايه؟ ليكوسايتوز. طيب النيوتروفيلز ده هنسميها ايه؟ نيوتروفيلز. طيب لما مابقاش في اي جرانيولوسايتس خالص بنسميها ايه؟ اجرانيولوسايتوز. تمام؟ بس بيقول لك ان النومينال ده مش دقيق لان لا يمكن هتحلل دلوقتي كده الصح والغلط. ان هو الانيوسايتوزيس مثلا ميس نومينال اكسبريشن بات از مثلا ايه ساينتفك اكسبلانيشن صح؟ يعني هو مفيش حد هتحلل له
مش هتلاقي حتى عنده واحده جرانيوسايت. فهو كاسم نومينال مش مظبوط. هما ممكن يسالوك في النقطه دي، ممكن عم يجيبوها يعني. تمام؟ فجرانيوسايتوزس كمصطلح مش ايه؟ مش صح. لان عمرك ما هتلاقي واحد مش هتكون واحده. اوكي؟ طيب دي صوره او ضحيه زي ما قلت لكم من شويه. النورمال بلاد سيلز عاده الوايت بلاد سيلز بتطلع من جسمي ايا كان ايه هو لينفو بلاست، بعد كده سلاك كومبليت ماتوريشن تبقى لينفو سايت، والمفروض الخلايا بتاعتها ايه؟ تختفي خالص. دي صوره للوكيميا بتطلع فعلا الوايت بلاد سيلز بس بتسلك ان كومبليت ماتوريشن بتبقى تحت الميكروسكوب موجوده كلها بالنيوكليوس بتاعتها. اوكي؟ طيب عشان كده دول اسمهم بروليفريتيف ديزيزز. يعني بروليفريتيف بيتوغلوا بيخشوا في حته ايه؟ يخشوا في الاورجن ده يبوظوه، يخشوا في الاورجن ده ياكلوا العظم منه زي المالتي مايلوما، يخشوا في السليفري جلاند يعمل لها تضخم، يخشوا في الجنجبا يعمل لها جنجبايتس وجنجبا هايبر بليجيا اند سو اون، بيخشوا ايه؟ في اعضاء جسمه. تمام؟ هنخش بقى على ايه؟ اول كيس مع بعض. كل ده على ورقه قلم لو حد معاك كده طبعا. فاينل دايجنوز بس هو صفتك مثلا شاطر شويه فممكن من هيستري كده حس انه ايه؟ ان هي اجرانيوسايتوز. نشوف مع بعض نبدأ نعمل له كلينيكال اكزامينشن وسبيشال انفستيجيتنج تيست تحليل دم مثلا. تمام؟ اخش يلا. طيب عملنا له كلينيكال اكزامينشن لقينا عنده painful necrotizing oral ulceration mainly on G
الجينجرا اند باج. انا عامل كليك اكزامينشن طيب عندكم الكتاب لما تخلص الدايجنوز السمستر ده هتلاقوا عندكم حته كده كامله لو عنده اثر. ايوه صح؟ ايوه. طيب الاثر هنا عامله ازاي؟ لارج ديب ريجر. اهم حاجه عندي هنا ايه؟ مكتوبه بالخط البولد نو انفيراتري اكشن. يعني المفروض اي قرحه عندي في جسمي بتبقى ويك بوينت فيها انفلاميشن وفيها ممكن يبقى بكتيريال انفكشن ونص البروبلم هيبقى حواليها ايه؟ الحلو حته محمله. ده لما بيكون انفلام. بتكون انفلام. طب هنا اصلا القرح دي ما حواليهاش اي نوع من انواع الانفلاميشن. فده دليل اكتر ان هو عنده ايه؟ ميون هادرونوسايتوس. وفي نفس الوقت هي ليه احنا بنغطيها بجريج سودو مبرين وفيتا تقدر؟ لان البكتيريا ابتدت تترعى وتتوالد مفيش حاجه عارفه توقعها فتبدا تعمل ايه؟ زي سودو مبرين كانديدا انفكشن ايا كان ايه هو بقى مفيش حاجه هتوقف. ممكن ثانية معاك؟ اه. يبقى احنا خدنا من العين تيست وعملنا له كلينيكال اكزامينيشن. فاضل لنا ايه؟ لا السبيشال او اللاب انفستيجيشن غير السبيشال انفستيجيشن اكس راي تحليل دم صورة أشعة على عظم مثلا كده يعني. دكتور ايجنا اللي انت دينا بتدعي بجنرال انفستيجيشن associated with regional reproduction. عملنا له حاجه اسمها بريفرنت بلاد سمير. يعني خدت عينه من الدم اللي في البريفرنس عنده ليه ليه وات ايفر يعني بريفرنت بلاد سمير. لقينا عنده ايه بريفرنت بلاد سمير ده؟ absence of the new size وتوتال ليكوسايتس كاونت ليل بين 2000. هو اصلا الليكوسايتس من كام لكام؟ من 4000 11000. لقينا مفيش ليكوسايتس خالص والعدد ايه اقل من 2000. طيب هنقف على كده؟ لا. ممكن يبقى المشكله فين؟ في البول مارو. فعملنا له تحليل للبول مارو. لقينا البول مارو ايه؟ نورمال. ازاي بقى نشيل البول مارو؟ بنجيب زي ابره طويله قوي كده عارفين حد شاف عارف عمليه اللي هي السيزارين اللي هي الست لما تيجي تولد قيصري بتاخد مره في ظهرها بس هي بتبقى فايقه نوصل لحد فين؟ النخاع لحد العمود الفقري جوه وتتقم. نفس الكونسبت هنا بخش بنفس الحقنه دي واقوم شادد حته من الفلويد اللي حوالين البون مارو واطلع احلله لقيت العينة سليمة. ما فاضليش غير ان اشوف ايه؟ الجرانيول سايتس. انا كده شفت ان المشكلة عندي فين؟ في الجرانيول سايتس. عملت تحليل الجرانيول سايتس لانها ايه؟ ابسنت. يبقى والله العظيم دي ايه؟ اجرانيولو سايتوس. ماشي يا جدع؟ ها؟ اخش على الصورة بقى اللي بعدها. يلا. فاهمين؟ هل صعبة؟ في حد مش فاهم حاجة؟ ودنت المانج مش فاهم كده هنشوف كل حاجة. ها فاهمين؟ في حاجة شافوها؟ موضوع بسيط أوي بس هو تخيلي مش ليجنز دم
خلاص يا دكاتره. طيب ليه انا باخد الكلام ده؟ لان ده انا ممكن كدكتور اسنان اكتشفه بدري العيان، فاقدر احوله، وفي نفس الوقت مش هعرف اشتغله في بقه بالشكل ده. ده لو انت يعني مخيلتك ان انا باخد مرض زي ده، بناخد كل الاورال ليجنز بالمسببات بتاعتها. المسببات بتاعتها واحده منها البلاد ديزيز، فبنعرف كل انواع البلاد ديزيز. وصلنا لفين؟ اجرانينوسيريتوز. ايه اسبابها؟ ايديوباثيك لسبب ما حصل اي مشكله حصل تدريس فين؟ في الاجرانينوسيريتوز. اي سبب من الاسباب؟ ايديوباثيك. لو انا بفترض حتى اوتوميون ديزيز، جسم يتجنن في عقله وراح رايح يهاجم الادرينوسايتس، ايديوباثيك حاجه عنه. ماشي؟ تاني حاجه سكند تو دراجز، بعض الادويه مثلا نفترض السايتوتوكسيك دراجز، واحد والعياذ بالله مثلا ايه، نفترض ان ربنا يعافينا عنده مثلا ايه مالينسي، او عنده بلاد ديزيز، عنده لوكيميا، عنده اي حاجه، وبياخد سايتوتوكسيك دراجز، هتقوم ضربه في سكتها مين؟ الجرانيولوسايتس. زي ما خدنا قبل كده فين؟ في البليتلز. تمام؟ مش في البليتلز واحده منها السيتوسيك دراجز، هنا ممكن تكون دي اختها. تمام؟ يبقى خدنا الايديوباثيك وخدنا السيتوسيك دراجز. طب سيفير انفكشن، واحد جاله مثلا اتش اي في، ولا جاله بكتيريال انفكشن، جاله كورونا، جاله اي حاجه، ممكن تتضرب معاها الايه؟ جرانيولوسايتس. ما هو الجسم عمال يدافع، عمال يستهلكها، خلصت. فسيفير انفكشن ممكن تخلص برضه ايه؟ فيحصل لها جرانيولوسايتوز. عامل حاجه ايراديشن زي فيلم تشيرنوبل، الراجل اللي كان شغال في مفاعل ودخل على اوضه المفاعل خد الراديشن ده كله مات، كل خلايا ماتت. او واحد مثلا بيشتغل في اكس راي ماشين كبيره وكل يوم بياخد دوز عاليه، برضه تضرب له ايه؟ جرانيولوسايتس وتعمل له جرانيولوسايتوز. طيب سينس ان احنا عرفنا الكوزز، نعرف ايه؟ التريتمنت. طيب اول حاجه الانتي بايوتكس، الراجل ده مش هيبقى عنده انفكشن، مش جسمه ما فيهوش مناعه، هيحصل له ايه؟ انفكشن. فلما اي حد يجي له انفكشن بيفرض ايه؟ يبقى اول حاجه ياخدها ايه؟ طبعا ده ما فيش مناعه اصلا، هياخد انتي بايوتكس. تاني حاجة keep mouth clean as possible، يعني ايه؟ الوقاية خير من العلاج. واحد عارف ان عنده جرانيولوسايتوزز يبدا يغسل سنانه بانتظام، يبدا يعمل اورال هايجين ميجرز، يعمل دنتا فلاسنج، يستخدم كلوروكسين ماوث ووش، ما يعرضش نفسه العرضة ان هو يبدا ايه؟ الانفكشن. ده بالنسبة للاورال ايه؟ مانجمنت. الدكتور كان بيسألني. طيب اهو ممكن مثلا جاله جرحى او جاله مثلا كانت انفكشن او ايفر، يستخدم توبيكال انتي بايوتكس ويستخدم ماوس ووشز. ده بالنسبه لمين؟ للاجرانيولو سايتوزز. يبقى اول ديز معانا كان ايه؟ الاجرانيولو سايتوزز. الست دي او الراجل ده اللي لما قايل لنا عنده كل المشاكل، ريسبيراتوري انفكشن، جي اي دي انفكشن، اورال انفكشن، فيتد ادر، عامل له كلينيكال اكزامينشن، لأ عنده كرة، والكرة دي ما حواليهاش ايه؟ ريد هارت، معناه ان المناعة بتاعته مش شغالة. تمام؟ أهو هقف على كده؟ لا، خدنا هيستوري، عملنا كلينيكال انفستيجيشن، يبقى فاضل أعمل ايه؟ لاب انفستيجيشن، أحلله، هلاقي عنده كل الجرانيولوسايتس مش موجودة، بس مين اللي شغال كويس؟ اكسترا. ما والله العظيم دي ايه؟ نعرف اسبابها، وسينس عرفنا اسبابها يبقى هنعرف نعالجها. متفقين؟ في حاجه صعبه؟ هي ريفرسبل. لا لا طبعا مش شرط، احنا مش عارفين بقى. يا ريفرسبل يا ريفرسبل، احنا قلنا الحاجات اللي تخصنا شويه. الموضوع بقى تطور، محتاج حد ايمونولوجي. ايمونولوجي بيتابعه. يعني جالك مثلا بجرح في بقه والكلام ده، تقدر انت تمانج. انتي بايوتكس، لوبيكال انتي بايوتكس، تحسن الاورال هايجين، انصحه. طيب نخش على بيشنت نمبر 2.
ايه؟ نعم فترة دمو شوف في نظر واضح هل كيف؟ طيب نيجا نفيد الله معا A 15 years old patient سنو كبيره صغيره صغير يعني صغير يعني ثانويه عامه ولا سنه بس انت بتعدي صح كده طيب اذا انت بتقول كده suffering from a severe gum inflammation عنده التهاب شديد فين الجنجبه فدي تشيك بوينت associated with other sores in part of mouth since 5 days وده الهيستوري اوف ايه في كومبلين طب تشيك كومبلين برافو عليك طيب وصاحبها معاها ايه بقى فيفر ماليز سور ثروت دول اسمهم ايه ميديكال باست ميديكال هنحطهم فين باست ميديكال ميديكال هيستوري ميديكال هيستوري اللي هم بوترول يجيب بس عايز برافو عليك والله شكرين يعني انتوا كويسين انا نفسي كنت كده كنت شايف حاجات بالظبط يعني انتوا بتقولوا برودروم وزور كويسين وبعظم نفسه كده في الميدسن بطيخ يعني ها بس لما ذاكرت بقى كده وقعت وفهمت ايه؟ ده بجد دلوقتي كورس الميدسن بتاعته كويس حلو يعني طيب يجيب بس هيستري اوف سيميلر ريبيتد جام انفلاميشن اند لارج اورال سورس طيب هنا بقى النقطة الفيصلية في القصة دي ما هي شبه حاجات تانية كتير ايه بقى اللي هتحدد لي المشكلة هنا؟ اللي هو بيقول لك ايه؟ every 3 to 4 weeks with tooth loses هي دي اللعبة كلها يعني الموضوع اللي بيحصل له كل قد ايه؟ من 3 ل 4 اسابيع بالظبط الناس اللي حضرت المحاضرة لا سمح الله تفتكروا ده ايه؟ لا لا حاجه كده انترفل زي العجله كده حد حضر المحاضره كلنا سايكليك نيوتروبين هي دي سايكليك نيوتروبين طيب نخش نكمل بقيه الانفستيجيشن عملنا له كلينيكال انفستيجيشن لقينا عنده سيفير انفكس اسوشيت بالكورال سبورت طيب عامله ازاي؟ اتس ا ميجر ابسس لايك السر اتس نوت ان ابسس السر اتس ا ميجر ابسس لايك السر يعني هي ايه شبيهه بيها ريبيت الجنجيفايتس بروجريس تو بيلو تايمز وفيها ايه؟ ريجنال ليمفلايتس مهم قوي الكلينيكال اكزامينيشن ده ومهم قوي الثلاث لاربع ايه؟ اسابيع اللي ورا عنده ابسس لايك السر وعنده كل ثلاث اربع اسابيع هو ده بيتكرر عنده اكتر حاجه بتتكرر دول كده سايكل نيتروبين اه ريت 3 تو 4 ويكس على طول سايكل نيتروبين على طول من غير ما افكر تمام طيب نعمل بقى ايه؟ خدنا اس 3 خدنا تريننج انفستيجيشن فاضل ايه؟ لاب انفستيجيشن بعدها ايه؟ دايجنوز برافو عليك طيب دي شكل اللوزنس فيه او حاجه اسمها فلوت ان تي اللي هي التو سيكسنت دول طايرين شويه في الهواء ودي حاجه دايجنوستيك شويه للسكت نوتروبينيا كاكس راي زي ما تشوف مثلا في المالتيبل مايلوما حاجه اسمها مالتيبل بانشن اوت متداخله بقى فالحاجات دي بتبقى سكريبت شويه تقدر اوصف منها زي جوز طيب ايه رايك في الانفستيجيشن؟ هنعمل حاجه اسمها سيريال اهم حاجه تبقى عارفين برضه تاثير التحليلات زي ما كانت في البليتلتس الفانكشن بتاعتها كنت بعمل تقيس التحليل اسمه ايه؟ بي تي و اي بي بي تي تي ايوه سبيسيفيك بليتلتس فانكشن تيست صح؟ نبقى عارفين كل ديسك اسمه ايه؟ عشان واحنا بنصحح بندور على الحاجات دي. يعني
يعني لما يبتدي مثلا على الفانكشن يبقى لازم سبيسيفيك. فاحيانا الدكتور يقول لك لا انا عايز اشوف الكلمه دي. فاحنا كمصححين لو بنكتب صح بندور على الكلمه دي. فكل ما تبقى سبيسيفيك اكتر كل ما تبقى صعب. يعني اسم التيست يا دكتور كومبليت بلاد كاونت حاجه اسمها سيريال ديفرنشال ليكوسايت كاونت. بيقول لك سيريال يعني ايه؟ زي استمرار. شو ده سيريال؟ سيريال كده؟ اوكي؟ هو كده زي حاجه متسلسل صح؟ نفس الجمله. طيب ايه بقى اللي حصل لي هنا؟ عنده ريفيل بيريودك. بيريودك every interval of time there is a decrease in the neutrophils. فبنقول على ايه؟ بيريودك decrease in circulating neutrophils. دي حاجه صعبه؟ طيب. So هنشوف بقى الديفينيشن بتاع سيركل نيتروفين. إذا بيريودك أول سايكليك ديكريز يعني كل فترة زمنية بتقل أوف سيركليتنج نيتروفيلز. النيتروفيلز اللي عمالة تقل في الجسم دي بتجي لها فترة تقل. طيب سكندلي تو بون مارو ماتيوريشن أريست. طب حصل الكلام ده ليه؟ إن هي حاجة سكندلي مش حاجة برايمري. حصل إن هي برايمري وبعدين سكندلي. برايمري يعني هي مشكله في النيتروفيلز كنيتروفيلز. لا دي هنا سكندري. ان البون مارو يحصل له كومبليت ماتيوريشن بيحصل في مرحله ما كومبليت ارست بيقف. فبدا ما بيطلع نيتروفيلز يقوم يهبط يقف وما يطلعش نيتروفيلز. فبدا ايه؟ يسخن ويتعب ويجي له انفكشن. فمامته بتلاحظ ان الواد ده كل ثلاث اربع اسابيع بيحصل له مشكله دي. فهو عنده اتاك. الدكتور يقول لها اعملي لي التحليل ده. سيريال ديفرنشال ليكوسايت كاونت يقعد يحلله كذا مره ورا بعض فيلاقي كل ثلاث اربع اسابيع النيوتروفيلز فعلا بتقل. فبيرفور عنده ايه؟ سايكليك نيوتروبينيك. نيوتروبينيك ايبيسودز اوكير افري 3 تو 4 ويكس اند لاست فور فيو دايز. يرجع بعد كده البوت بارو اشتغل فيطلع ايه؟ النيوتروفيلز يودي ايه؟ يصحي ويبقى كويس. فهمتوا؟ طيب بالظبط. واحده من الديسكريبت اللي بتحصل ان بيحصل مثلا بيريدونتال ديزيز وان هي عنده فلوتنج تيث مثلا يعني فاهمه ازاي؟ انا فاهم قصدي. كان في مثلا حصل مثلا اوستروبلاستيك اكتيفيتي مثلا زي احنا بنفترض يعني هو عنده في الديسكريبت في بقه تيث بص او تيث فلوتنج تيث ده حصل له مثلا وايدنج في البلونتر ليمت نتيجه انفكشن وان هي عنده تيك كوزز لانه بتحل من مكانها نتيجه البلونتر ديز اللي حصل. اوكي؟ طيب ايه بقى المانجمنت بتاعه؟ سينس ان هي حاجه اقتصاديه بنعالج المشكله اللي هو بيبقى عنده في وقتها. يعني سخن مثلا اديله باراسيتامول انفكشن اديله انتي وفي نفس الوقت زي ما قلنا الموبايل خرج من العلاج يغسل سنانه كويس يحسن الولد بتاعه ماوث ووشز بيريودك تشيك اب عند ايه؟ دكتور السن. فاحنا خدنا كده كام ديزيز؟ مين ومين؟ تبنيوزيتوزز احد تبنيوزيتوزز بايه؟ ها حاجة اللي ورا عنده مالتيبل انفكشن مفيش ريد هالو اكس ايه كمان؟ عملنا لها انفستيجيشن اي جنوز سيكونس طيب النيوتروفيلز ايه الحاجه اللي انا هدور عليها؟ كل ثلاث اربع اسابيع والاكس راي فلوتنج تيز او روتنج تيز نتيجه البريدونتال انفكشن ايه كمان؟ وعنده بقى فيفر ليزر كنترول وتشيلز وفاتيك انسون وبتتكرر كل ثلاث اربع اسابيع. اعالج ده ازاي واعالج ده ازاي؟ كلينج الماوث اللي هو بقى اورال هايجين انستكشن وماوث ووشز بريودك تشيك اب ايه ده؟ ولو في فيفر اديله باراسيتامول رابعه. طيب نخش على بيشنت نمبر 3 عاوز مش حاجه. طيب اول ما تشوف المنظر ده على طول تختار ايه؟ ها؟ لوكيميا
مقدرش غيرها بالظبط. بس هنعرف ازاي دكتور بالديفايس بتاع الكيمياء وبتاع الكيس اللي جاي قبل ده. هقول احنا لما بنيجي نعمل دايجنوز ده حالا هل بنعمل دايجنوز بطريقه واحده؟ لا عد. ايوه لا عد الطرق هيستوري كلينيكال اكزامينشن لاب انفستيجيشن. هو باين والله العظيم دي ايه؟ ده المرض الفلاني. المهم كده دي في الاول اللي هو بيسموه ايه؟ differential diagnosis واللي قبل اسمه ايه؟ سبوت برايمري انيشال دايجنوزز. تمام؟ بعد كده اوصل لايه؟ فاهمين ازاي؟ هو ده الدايجنوزز فعلا. طيب الكيس اللي بيقول لك هنا ايه؟ A 40 years old patient presented to our clinic suffering from persistent bleeding gums and fuse فيزياء ولا حاجة تعمل لون خط لون خط فيزياء فيزياء يدخل الناجمين أستشهد بالبيت موفر طبعا وبرنين طارب والدراي باو بقى دي فورمانس بقى دي الكولج patient reported history of toothache and facial pain without obvious cause. ايه بقى؟ وجع السنين اللي من غير سبب اللي بنسميه ايه؟ ودونتو ايه؟ كونفليشن حاجه كده صح؟ وجع سنين من غير سبب. طيب بقى قد ايه؟ اربع شهور وعنده تونسلز ولينف نود ار كونستنتلي انلارج على طول ايه؟ منتفخين. ده بالنسبه للهيستوري. نعمل لاب نعمل كلينيكال انفستيجيشن. نبص لفوق لقينا عنده ايه فعلا جينجر انلارجمنت وتندنس فور بليدنج والميكوزا بالوت يعني مكتمه خالص ما نعرف ليه والتنج فيه ايه اتروفي وده دليل ان هو انيميك او عنده انيميا ومايجريشن للتيث وهنعرف ايه سببها وعنده زيروستوميا وهنعرف برضه ايه سببها وهتؤدي الى ايه الزيروستوميا وعارف لارج فاول اذر انسر اند فانجل انفكشن طبعا اون ايه اون ذا بالانس وعنده الليمف نود ار كونستنتلي انلارج. دي يقول لك وات از ذا كلينيكال بيكتشر فور لوكيميا هم بيزعوا الحاجات دي عنده ايه؟ انلارج كونستنت انلارج في الليمف نود يبقى ديت فور دي بقى ايه؟ الكيمياء. الكيمياء. طيب ايه بقى اللوكيميا؟ لوكيمياز ار نيوبلاستيك بروليفريشن اوف وايلد بلاد سيلز. يعني ايه اصلا حاجه من الالوان ماليجنسي؟ يعني نيوبلاستيك. اوكي؟ اوف وايلد بلاد سيلز. اند كاركترايز باي ذا بريزنس اوف اماتيور سيلز ان ذا بريفرنت سيركيليشن اند بون مارك. تمام؟ يعني اللوكيميا دي واحده النيو بلازم تحت الدم او الوايت بلاد سيلز. تمام؟ طيب بتتميز بايه؟ ان انا الاقي عندي موست بروبلي اماتيور سيركيليتنج وايت بلاد سيلز. عشان يحصل كومبليت ماتيوريشن وايت بلاد سيلز زي ما شفنا في الصوره في الاول خالص ببص عليها مايكروسكوبيكلي الاقي الوايت بلاد سيلز مختفيه او النيو بلازم بتاعتها مش موجوده خالص. لا هنا هبص عليها الاقي الوايت بلاد سيلز دي فيها incomplete maturation والسيلز بتاعتها واضحه وصريحه ما وصلتش لغايه الليمفوسايت وبالتالي الخليه دي هتقوم رايحه حاطه في الجنجبا او بيحصل لها ديفيوجن في الجنجبا فتعمل لي جنجبا انلارجمنت وجنجبايتس وديفور عندها جنجبا انلارجمنت يحصل لي ايه؟ بيردونتال ديزيز. طب سينس ان عندي بيردونتال ديزيز السنه يحصل فيها ايه؟ موبيلتي موبيلتي وتيث مايجريشن. طب السنان حصل فيها تيك مايجريشن عديتها يحصل فيها ايه؟ مع الاوكلوجن.
تمام؟ طيب نفس الوقت هتروح تضرب فين كمان؟ كل ده اللي هما مين؟ اللوكيميك سيلز اتصالات فيوجن ترصد في أماكن تعمل المصايف دي هتخبط فين كمان؟ الميوكس ميمبرين؟ لا في الباروتيد جلاند هيحصل لي ايه؟ زيرو ستونز جميل اللارجمنت ماشي وتعمل ايه كمان؟ زيرو ستونز زيرو ستونز تعمل ايه في البق؟ كل حاجة مين شاطر يقول لي؟ انفلاميشن انفلاميشن زي السكي عامة قوي يعني جينجيفاليسيشن الصلايف بتختفي صلي انفلاميشن بتطلع الجنجر الجنجر تتحول للبايبس بيحصل السيشن بيحصل ايه؟ روت اما تبقى فاهم هتحل بسهوله قوي مع الحفظ طبعا اوكي؟ طيب احنا عرفنا ايه لوكيميا عرفنا ايه مشاكلها هنعرف تاني ايه مشاكلها الجنرال والاورال دلوقتي بس هنعرفهم كده زي برين ستورمنج الاول بس قبل ما نعرف الكلام ده نعرف الايه؟ الكلاسيفيكيشن بتاعتها. قسموها ازاي؟ أول حاجة according to speed of evolution. تمام؟ هل هي acute ولا chronic؟ مش هو ده عندنا في حاجة تانية؟ هي acute يا chronic. بص الكلمة حتة acute بتبقى symptoms فيها ايه؟ واضحة جدا. طب والchronic؟ أهدى شوية. طيب ومصر الكروي دي بتيجي في الشيلد والياند ادلتس لما دي بتيجي فين؟ يعني نقدر نقول ان الراجل اللي فات ده كرونيك من 40 سنة مثلا يعني طيب according to number of secreting leukemic cells دي بقى نركز فيها شوية دي مهمة ايه هي؟ دلوقتي عندي حاجة اسمها بون مارك دي اللي بتطلع ايه؟ الوايت بلاد سيلز تمام؟ وعندي البريفرال سيركيوليتنج بلاد فيسلز اللي بتلف فيها مين؟ الوايت بلاد سيلز طيب نفترض كده ان انا معايا هنا كده ازازه ميه وازازه الميه دي هي اللي بتطلع من جواها ميه نفترض يعني هي بتملى نفسها يعني تمام؟ بس هي بتملى نفسها يبقى جواها ايه؟ الهيماتيور وايت بلاد سيلز الوايت بلاد سيلز هي ايه؟ اللي هتعمل اللوكيميا فهي لسه كده موجوده فين؟ البول مارو او في الازازه البول مارو او في الازازه دي بنسميها ايه؟ الوكيميك لوكيميا الوكيميك لوكيميا يعني لو جيت حطيت له عينه من الدم وحللها له سليم سليم طب خدت عينه من البول مارو هيطلع عنده اسف ده اول نوع الوكيميك لوكيميا ده اسمه نورمال نمبر وايت بلاد سيلز وينو الماتيوسرز ده في السيكريت طب في البول مارو لا كلاودد بالتيم ماتيوسرز اللي هو مين بقى يوصل مين؟ ازازه الميه نفترض طيب ازازه الميه دي الميه فيها اتملت وبدات تفيض شويه تطلع بره دي حاجه اسمها ايه؟ سب لوكيميك لوكيميا يعني هاخد عينه من الدم هلاقي فيها اماتيور وايت بلاد سيلز بس النسبة ايه؟ قليلة. الأجهزة دي بقى زادت قوي وده لقت وبهدلت الترابيزة والدنيا خالص. ده بقى ايه؟ لوكيميك لوكيميك. فهمتوا التقسيمة؟ بس يا أكيوت يا كرونيك يا وأدلت يا إما لوكيميك لوكيميا صح؟ لوكيميك لوكيميا. في حاجة أسهل من كده؟ يعني الفرق ما بين الاولى والاخيره الايه؟ الوكيميك الكيمياء الوكيميك يعني اي كانك بتهتم فيه زي اجرانيولوسايتوز مش حاجه خالص اي يعني ابسس او اي ابسس اوكي بعد كده صف حطها زي صف زيرو كده بعد كده ايه؟ الوكيميك طيب الجيولوجي تقسيمه ثانيه جيناتيك فاكتور بيفترضوا ان عندي كروموزوم هو اسمه فيلادلفيا كروموزوم هو المسؤول ان هو يطلع الوايت بلاد سيلز ويعمل لها كومبليت ماتيوريشن حصل خلل ما اثنين قرايب بس متجوزوا جابوا ويل مثلا
عنده فيلاتيك في المظبط فيبتدي عنده ايه؟ اوكي؟ environmental factors ده لسه يمين شوية فيما بتاعك شغلوب اوكي؟ radiation drugs cytosic drugs واحد شغال في الانسينة واحد واقف في الشارع اللي هو زي الراجل بتاع المرور اللي طوله ده يشرب رصاص عارفين بره المفروض دلوقتي ظبط المرور ده كل مش عارف ست شهور يعملوا تحليل دم لو عامل زبط رصاص عاليه بيمشوه من المكان دي بقى اجهزه في مصر هنا يجي يبدا يشم رصاص لحد ما ايه؟ قلم رصاص تالت حاجه بعض الفيروسات بيسموه هيومن تي لوكيم ده اختبار فيروسات بيفترض ان هو بيعمل ايه؟ لوكيم ماشي يا جماعه حلوين؟ دي حاجه صعبه؟ حاجه مش مفهومه؟ طيب كريتيكال فيتشرز اوف لوكيميا ده الايه؟ الحاجات الكلينيكال فيتشرز ولا بارت اوف الكلينيكال فيتشرز اوف لوكيميا طيب هيضرب اول حاجه ايه؟ خلينا نفكر مع بعض الار بي سيز هيبقى عنده ايه؟ هيبقى وشه ايه؟ بيل والجلوكوزا ايه؟ دم بيل او بلد زي ما كنا بنقول هيضرب البليتلز هيحصل له ايه؟ انفكشن سوري تندنسي فور بليتلز اس انا بتلخبط اوكي؟ تندنسي فور ايه؟ فور بليتلز طب هو اصلا ليه اثر على البليتلز والار بي سيز؟ البون اي ميكانيزم في جسمي زي ما خدته قبل كده برضه لازم يكون عنده حاجه اسمها تفكر نيجاتيف فيدباك تو اللي هي الهرمونز اللي هي بص هرمون حاجه كده بس بصراحه اي حاجه في جسمي عشان تشتغل لازم حاجه اسمها لك نيجاتيف فيدباك يقول له وقف خلاص شكلين حلوين كده طيب البون بره اللي عمال يطلع ايه؟ اما تيور ولا ترانسلز فهو دايما حاسس ان هو ما طلعوش فعمال ايه؟ شغال فيبتدي يطلع ايه؟ اما تيوني بلاستيك وايت بلاد سيلز ومش جاي له نيجاتيف فيدباك فيبتدي يركز في مين؟ الوايت بلاد سيلز ينسى مين بقى؟ الار بي سيز والبليتلز فيحصل هما كمان فيهم ايه؟ ديفيشنسي بلس ان هو البون ماركس هيحصل له اكزوستشن هو مش عمال شغال هو بيرتاح فهو نفسه يحصل له ايه؟ دروب فما يطلعش كده خالص. فاهمين النقطة دي؟ طيب غير فور الار بي سي عنده ايه؟ والبليتلتس ترومبوزاتوين يبقى عنده لايبيلتي فور بليدنج اللي هو الهيستري اللي كان في الاول خالص في اول المسألة. طيب ونيوت فيلز هيحصل له لايبيلتي فور انفكشن. كل ده ناتج من ايه؟ من انكريز اوف اماتيور ليكو سيلز ان بون مارو فهمتوا؟ دي حاجة صعبة؟ طيب بالون اتروفي بليدنج انفكشن مكملين ورا يعني دي كل ده ايه؟ كلينيكال اكزامينيشن سوري كلينيكال فيتشرز عرفنا هي اللوكيميا وعرفنا اشكالها كهيستري وكدايجنوزز ما عندوش انتروفينيا ايه ده؟ كتير بس ما هوش بتاع مش شغالة مش سامع انتروفينيا مال هو عنده كتير بس النيوتروفيلز واحدة من الجرانيولوسايتس احنا بنتكلم من على الجرانيولوسايتس اللي هي التي سيلز والبي سيلز وده عشان تقسيمها في الاول اوكي؟ دي بتاعت الالرجي البوليمر في النيوتروفيلز دي اول خط بتاعها في الجسم مش بتاعت الالرجي الالرجي الايزينوفيلز والبيزوفيلز اللي بيطلعها في الستامين ماشي؟ طيب الاحلى احنا لسه مكملين فين؟ كلينيكال فيتشر اوف لوكيميا اتكلمنا اول حاجه ان هو ضرب بيه الدم وعرفنا هيعمل فيه ايه طيب الزياده بقى في الايمان كيو وايت بلاد سيلز دي هتعمل ايه مكمله معايا اول حاجه هنلاقي عنده
كونسل انلارجمنت في اللينك نودز. والتونس الزور يبقى هنا ايه؟ الزور فرونت والتونس المنتفخ. تمام؟ وعنده جينجمال انلارجمنت. وعنده باروتيد جلاند انلارجمنت. ده اللي لسه هيجيهم شويه. هتضرب الجينجمال هتعمل ايه؟ هتضرب باروتيد جلاند هتعمل ايه؟ اللينك نود اند سو اون. فاهمين؟ هتضرب في السنان يبقى عنده ايه؟ نود فراجن. هتخبط في الفيشيال نيرف يحصل له بيلز بالس. شفتوها دي؟ ايوه. تمام. وممكن كمان تخبط في الترايجيمينال نيرف تعمل ايه؟ بوست هيباتيك نيرالجيا. تمام؟ تخبط كمان في المايلين تشيك بتاع النيرف يحصل له ايه؟ بوست هيباتيك نيرالجيا. اوكي؟ طيب ايه علاجها؟ بعمل له كيموثيرابي او بعمل له بون مار ترانسبلانت. ماشي؟ دي حاجه صعبه؟ بس عندي سؤال بقى دكتور. اتفضل. هو في الحالات اللي زي دي انا مضطر اعمل له ما تجيش جنبه. لا انا مش هاجي جنبه كده. بس انا لو هزرع له مثلا دلوقتي بون مار المفروض اغير له كل البون مار اللي في جسمه. بص بقى بصراحه زي فكره السؤال ده انا مش ميتس يعني انا اورال ميدسين. ايوه مش فيزيشن يعني. ولو سالت الفيزيشن على حاجاتنا برضه مش هعرف. فا صراحه يعني بعتذر ليك على الحته دي. ممكن تروح سيرجن اوكي وريسيرش وبقول لك ايه رايك؟ تمام؟ عشان ست حبات. يبقى قالوا ايه؟ كيمو ثيرابي او بون مارو ترانسبلانت. انا فعلا بيجي في بالي هل انا ازرع له حته من حته تعمل بروليفريشن ولا لو ازرع له بون مارو بالظبط؟ انا نفس ان انا بس بصراحه ما حاولتش حتى ادور عليها. مش يعني مش تخصص من قبل. طيب اول ما بنزل له بلاد بنقول له ايه؟ بلاد بدا المشكله اللي عنده. تمام؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا كل ده فين؟ الكلينيكال فيتشرز اوف لوكيميا. مهمه يا جماعه اللوكيميا في الامتحانات. عرفنا بتضرب الدم وعرفنا بعد كده الحاجات الجينو. هنخش بعد كده على ايه؟ كده بقى الاورال مانيفستيشن. يبقى عندك الصم نتيجه ايه؟ انيميا وزيرو ستروبي. تمام؟ اوكي. هتضرب في يبقى عندك جنجل دارج تندنسي فور بليدنج. تمام. اما يحصل جنجبال انفارت يحصل اول جنجبايتس جنجبالسيشن ديف مايجريشن مالوكلوجن روت كيس طبعا. طيب النيوتروفيلز عندي مضروبه والمناعه كلها مضروبه يجي له بقى كانديدال انفكشن والسريشن سيروستومي هتعمل ستيشن هتعمل ايه؟ روت كيس. دي حاجه صعبه؟ طيب الكورال الالسر عامل ازاي؟ لارج تضرب فيه حاجه صح لارج دي الريجولر فيتد هاد مش هتقول لها يعني فلين بون اي لارج تندر دي الريجولر بين ريجولر انفرنال ريزيستنس لونج ديوريشن ماور اب. تمام؟ الحاجات دي بتفرق خليك تلم درجات. طيب هاو تو مانج بقى. اوكي اول حاجه بيقول لك نو ذا كومبليكيشن فيرست عشان اعرف حلها صح. طيب اول حاجه زي ما قلنا الوقايه خير من العلاج بمعنى ان انا اعمل له ايه؟ كلوروكسيدين ماوسوش توبيكال انتيبيوتيك بريودك تشيك اب على دكتور السنان انتيبيوتيك دنتال فلوس انتيبيوتيك لا انتيبيوتيك ماشي لما يحصل بس احنا لسه بنتكلم في الوقايه واحده واحده نتكلم في دكتور السنان اول حاجه ماشي واحده واحده على بقى طيب حصل له بقى انفكشن عشان ما نزعلش نديله ايه؟ انتي فايروس ده لو جه له فايروس انفكشن هيجي له هيبس زوستر هيبس سيمبلكس
اشتغل باي فيروس واتيفر اشتغل له لا انا رايي ان الكيميا اشتغلوش خالص لازم هوسبيتاليزيشن يعني تمام طيب يديله هاند فانجر لو جاله كانت انفكشن وهاند بيوتيك لو حصل له مثلا شويه برده بس خلاص طيب هيبيجي اخلعه لا ما اخلعوش خالص طيب افرض مثلا عنده سنه لوس خالص وشايفها طالعه في ايده ماشي اشدها كده اطلعها واحط له مكانها ايه؟ باك او فوم جيل حاجه اسمها فوم جيل دي بتبقى تنزل حاجه عاديه خالص بيعمل كوبليشن بتعمل زي ثرومبوسايتوزس يعني بتقصها وتدككها كده في مكان الخلق السكس وهي ابزورببل لوحدها بس بتجلط الدم كلام سهل قوي اسمها ايه فوم جيل او جيل فوم هتنقل له دم كل ده مادي بلاش اديله اسبرين ليه؟ هو اوريدي عنده ايه؟ بليدنج ليه اسمها ايه؟ ثرومبوسايتوزس كلموني علم بس فاهمين ازاي؟ تمام. كل اللي هي ايه؟ بدل. طيب. والاورال مانيفستيشن اللي بنعالج الحاجات دي اونلي سمبتوماتيك جيكس. يعني عنده مثلا بلس 1 اعمل جول. بلس 2 اعمل جول. الاندو والحاجات الكبيره دي يفضل هوسبيتاليزيشن يفضل. او ترجع على الاكسبتيشن بتاعه عشان ما تاذيش العيان. هي صعبه؟